اهلا وسهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، واول حلقه من حلقات برنامجكم النص التاني. وقبل اي حاجه اسمحوا لي ارحب بالنجمتين الجمال اللي معانا النهارده، بالزميله العزيزه هنا شلبي. وهنا طبعا يعني كانت تجربتها معانا سريه، ويمكن دي ده تالت برنامج تطلع معانا فيه، تمام، وانا سعيد بوجودك معانا هنا. انا سعيده يا محمد اكتر بوجودي ولثالث برنامج معاك ان شاء الله، واكتر باذن الله. شرف ليا، شرف الله ليا. يخليك، شرف ليا. وارحب بالنجمه المتالقه ربنا اللي يخليك. ولدت نجمه بمعنى الكلمه، وكانت معانا في تشرف. الموسم الخامس من تاملات انسانيه وما زالت. انا مبسوطه جدا بوجودي والله معاك يا محمد المره الثانيه، فتره يعني قصيره جدا كنا لسه مع بعض في تاملات انسانيه يوم الجمعه. يوم الجمعه هنا في الصحه ايوه، والجمال انا على الهواء. مبسوطه جدا والله ان انا معاك، وسعيده جدا ان شاء بوجودي الله تكون في تجربه برنامج، ثريه واول حلقه ومفرحه. كمان ابقى متواجده الهيد، فيها. اول حلقه دي الهيد بتاع السيزون. اهلا وسهلا بيكم زمايلي وزميلاتي الاعزاء، وبشكر طبعا استاذ سامح الهواري رئيس تحرير البرنامج ورئيس تحرير برامجنا كلها، لان احنا لينا حاليا ثلاث برامج كل اسبوع على الهواء، شغالين هنا في الصحه والجمال يوم الجمعه الساعه 4 على الهواء مباشره، برنامج تأملات إنسانية، وشغالين حاليا في الموسم الخامس بعنوان عمار يا مصر، وشغالين في أحد القنوات الفضائية كل يوم ثلاث الساعة 2 برنامج ضربة حظ، وبدأنا النهاردة تالت برنامج لينا وهو برنامج النص التاني اللي هنتكلم فيه عن التعايش بين الرجل والمرأة. أستاذ سامح في الكنترول بيقول لي احنا عايزين نكملهم خمسة عشان يبقوا خمسة خمسة وخميسة، عشان الناس اللي بتقعد تتكلم كتير وفي الآخر بيحصل لنا دروبات كتير. فالحمد لله احنا بنجتهد وبنسعى ان احنا نوصل او نقترب من الكمال، الكمال لله وحده، بس احنا بنحاول نتعب ونبذل مجهود كبير، ولكل مجتهد نصيب. الحلقه دي زي ما قلت لكم حلقه مميزه، لان هي اول حلقه من حلقات برنامجنا النص الثاني، وبذلك نكون عملنا 10 برامج في الاذاعه والتلفزيون وايضا في السوشيال ميديا. احنا عندنا عملنا 5 مواسم من تأملات إنسانيه، وعملنا النص الثاني بس كان مسجل وما كملناش لان حصل ظروف في القناه، والقناه قفلت اللي احنا كنا متعاقدين معاها، حصل لها ظروف في التعاقد بتاعها. وعملنا ايضا برنامج ضربة حظ على الهواء، وعملنا برنامج تأملات إنسانيه في الراديو الموسم الاول بعنوان هو وهي، وعملنا على السوشيال ميديا برنامج اسمه مشروع مقدم برامج، وهو كبسولات اعلاميه تعليميه بنحاول ندعم الشباب اللي لسه في بدايه حياتهم، او اللي عندهم لسه في بدايه طريقهم في مجال الميديا، او اللي عندهم رغبة أو طموح أو حلم إن هم يلتحقوا بالعمل في مجال الإعلام. وعاشر برنامج اللي احنا بدأناه النهاردة اللي هو النص التاني، ولكن مش مسجل على الهواء، مباشرة من قناة الصحة والجمال من مدينة الإنتاج الإعلامي. واسمحوا لي أبدأ برنامجنا مع زميلتي هنا، وهيكون عنوان حلقتنا النهاردة ماذا تحتاج حواء من آدم. إيه اللي بتحتاجه حواء من آدم؟ بتحتاج حواء من آدم الاهتمام. الاهتمام هو أهم حاجة وأكتر حاجة بتحتاجها حواء من آدم. بتحتاج منه ان هو يهتم بيها، يحبها، يحافظ على مشاعرها ويهتم بمشاعرها، ودايما يثبت لها حبه، بيكون السند والظهر والامان والاحتواء ليها والسند ليها طول حياته. ده اهم حاجه بتحتاجها حواء من ادم. يمكن فعلا الاهتمام ده اول واهم حاجه وأهم ممكن تحتاجه حواء من كمان ادم. في حاجات يعني هي بتحتاج حاجات كتير، واهمهم برضو التفاهم. يعني لما بيكون في تفاهم ما بين الزوجين بجد، حتى لو كان قدر الحب قليل، يعني ياما زيجات كتير نجحت ما كانش على قصة حب كبيرة قوي، بس عشان موجود التفاهم بجد نجحت. وياما يعني زيجات يعني كان في قصة حب كبيرة بس ما فيش التفاهم ما بينهم. يعني اديك مثال، مثلا يعني لو كانت مثلا دايما لما بتكون الواحدة زعلانة تبقى عايزه تشتكي، وبتشتكي لاقرب حد ليها، واقرب حد ليها هو ده بيبقى مثلا بتشوف جوزها. يعني انا اذكر قلت لزوجتي لما في بدايه حياتنا يعني كنا في شهر العسل واوقات الورديه دي، قلت لها بالله عليك يا شيخه لو في يوم من الايام زعلتك تعالي اشتكي لي. كل ما تشتكي صراحه مجننه. فهي لو انت عارف مثلا هي ما بتبقاش عايزه اللي هو يحل لها المشكله اكتر من اللي هو يسمعها. يعني خلي بالك، يعني انت عارف لما بيبقى الزوج بيسمع زوجته بقدر كبير بجد والله، وبيحسسها بالاهتمام والرعايه والاحتواء وكل ده، يعني بيبقى موجود فعلا التفاهم. وعلى فكره بيقلل من الخناق. أيوة. بيقلل من مشاكل في كتير، هارموني وانسجام بيبقى بينهم. في انسجام فعلا، وبتحس باللي قدامها اللي هو بجد مهتم بيها. أيوة. او حاسس بيها. ويمكن حاجه مهمه جدا من الحاجات اللي بتحتاجها حواء من ادم هي الحنيه والكلام الطيب. وصدقوني صدقوني الكلام الطيب والكلمه الطيبه دي بتنزل بردا وسلاما على قلب وروح ووجدان حواء.
ويمكن أنغام بتقول في أغنية: بحبك وحشتيني، أنا آسف على التأخير، ماليش بعدك يا نور عيني حاجات لازم تقولها كتير. فساعات كلمة بسيطة حواء بتبقى محتاجاها من آدم بتفرق معاها كتير جدا جدا جدا. وبقول في أحد مقالاتي: من تمام المحبة أن نمارس حتى العادات اليومية مع من نحب بحنان، حتى الحاجات اللي بنعملها كل يوم. يعني لو حسيت أن مراتك عطشانة وجبت لها كوباية مية وقلت لها اتفضل يا حبيبتي بألف هنا وشفا، ويا بقى لو جبت لها وردة ولفتها لفة حلوة كده وانت بتديها لها تقول لها أحلى وردة الأحلى وردة. طبعا في ناس دلوقتي تلاقيها بتتكلم في بلد تقول لي يا عم وردة ايه في زمن الكورونا ده، احنا لاقيين ناكل. هو أصلا بيجيب لها وردة، هو أصلا ما بيجيبش وردة عشان يقول لها أحلى وردة طب بس يجيب اللي انت الكلام طلع منك انت، بحس اللي هم يبقى الرجالة واخدين الكلام من الراجل زيهم. لأن دايما لما الستات هم اللي بيقولوا الكلام ده بجد بيقعدوا بقى بيتريقوا عليهم ويقولوا دي رومانسيه، دي عايشه في زمن مش زمانها، كلام كتير زي كده وبيبقى فيه لخبطه. لا والناس تقول لك مثلا ايه، انا عشان بقى ايه ادلعها وحنيه وهاخدها اخرجها وهصرف مش عارف ايه، يا عم احنا لاقيينك. لا يعني انت الورده ابسط حاجه، الورده بخمسه جنيه راجل مستخسر في حبيبتك ولا مستخسر في شريحتك ورده بخمسه جنيه؟ في اكتر من كده والله، الكلمه الطيبه صدقه زي ما الرسول فعلا علمنا عليه الصلاه والسلام. يعني قال لك الكلمه الطيبه صدقه، لو خدها بمحمل اللي هو ياخد حسنات. ايوه وعلى فكره من الطرف الثاني برضو الكلمه الطيبه، مش احنا من برضو أو مش عايزين وصي نبقى وصي على فكره علينا والنبي. انا ما بحبش حكايه اللي ابقى منحازه للمرأة. للمراه وسايبين على فكره الاثنين زي بعض. أيوة. زي ما هي محتاجه كلمه طيبه هو برضو محتاج كلمة طيبه بجد. وكمان هو لازم يحترمها ويقدرها على فكره. أيوة. يعني الاحترام والتقدير ده يا جهان اهم حاجه على فكره. يعني في احترام مطلق واحترام موقفي. يعني مطلق ان انا ايه بحترم عيلتي، بحترم بابايا اخويا اهلي. احترام موقفي بقى بحترمك عشان عملتي معايا موقف معين كويس، عزمتيني قدمتيلي ورده مثلا. يعني ده الزوجة بقى بتحتاج من زوجها انه يحترمها فعلا ويقدرها. في كتير قوي بنلاقي رجاله، يعني رجال يعني بيزعقوا لزوجاتهم في البيت او بره البيت او قدام الناس. في الحاله دي بتبقى اهانه لكرامتها، حتى لو قدام اولادهم بتبقى اهانه لها قدام ولادها، والاولاد ما بيقدروش يقدروها ويحترموها. ما بتقلل من احترامهم خالص، بتبقى حاجه بتاثر على نفسيتها جدا. انا يمكن كان ليا مقال لسه منزلاه، يعني موضوع الاطفال والله بيتاثروا جامد قوي جدا. لان اصلا الاطفال دول واخدين اول شيء قدامهم قدوه هو الاب والام، بيقلدوا. فلو الاب والام اول ناس بياخدوهم قدوه بالنسبه لهم، ولما بيلاقوا الاب محترم الام بجد بيبقى عندهم بيحترموها هم كمان. ذكرتي كلمه جميله قوي واكدت عليها كتير واحنا شغالين في الاعداد، هي حته الاحتواء. يا جهان حابب اسمع منك اكتر واحنا على الهواء دلوقتي. لا الاحتواء ده قصه تانية. طب والله عايز حلقه لوحده الاحتواء ده. يعني عارف لما الزوج بيحتوي زوجته بجد بيحسسها اللي هي ملكه متوجه بجد والله. يعني عارف لما بتكون عايزه الكلمه الطيبه، عايزه الطبطبه، لما بتلاقي يعني الطبطبه دي بقى لوحديها والله قصه. اهي دي حاجه ولا هتكلفك حاجه ولا هتكلفك الابيض ولا اسود. يعني هي بس تلاقيها بس زعلانه، يعني لو قلت لها معلش خلاص ان انت ما تقللش منها ولا من طموحاتها، ولا يقلل منها ولا من طموحاتها ولا يقلل منها بالذات قدام الناس، يعني وخصوصا قدام عيلته. وتهتم باهتماماتها بالتأكيد. يعني صح. يعني لو هي عندها هواية بجد يعني خليها يعني تمارسها عادي ما فيش مشكلة، وهتقدرك وتشيلها لك بالتأكيد. يعني مثلا انت مثلا لو مراتك بتحب الطبخ مثلا وعندها حلم انها تعمل تشانل او قناة على اليوتيوب، هات لها رينج لايت كده اضاءة، وهات لها موبايل حلو. يعني ممكن تجيب موبايل حلو بسعر مش غالي قوي. دخلت في موضوع جامد قوي، هتكلم في الرجالة. انت كنت لسه بتقول وردة، ده دلوقتي دخلت على موبايل ميزانية. أيوة. وكمان اهم حاجه الصدق والصراحه. أوه. ان هو ما يكذبش عليها. يعني اكتر حاجه بتهيألي بتضايق الست ان جوزها بيكذب عليها، ما بيبقاش صادق معاها وصريح معاها، دي مشكله كبيره جدا. فان هو عدم كذبه او عدم صدقه وصراحته ده بتخليها حاجه بتبقى مشكله مع الزوجه. معانا مكالمه تليفون، معانا خبيره الاتيكيت شاهندة شاور. يا استاذ سامح لا ماشي الخط قطع. طب يا ريت بس تجيبها لنا بسرعه عشان قبل ما وقت حلقتنا ينتهي. طيب
كنت بتتكلمي في الصدق صح، يمكن رجاله كتير دلوقتي سبيشيالي او خصوصا على السوشيال ميديا يقعد بقى يلف ويدور وياخدك ويعمل لك البحر على فكره. الزوجه بص مهما الراجل كذب الزوجه بتعرف ان جوزها بيكذب عليها، استحاله انما تعرفش، بتعرف وبتبقى مشكله لو عرفت. طب ما ليه من الاول ما نصلحها؟ علقوا من رجليه بقى. لا والله انت هتعمله عمايل بتعرف محتاجه الثقه. يعني عارف لما بيكون في ثقه متبادله دي بتبقى طبعا الشك لما بيدخل والله ده بيقتل الحب ويمكن بيقتله بالبطيء. الشك او الغيره الزايده بتقتل الحب فعلا بالتصوير البطيء. ويمكن دار الافتاء يعني عملوا قط الموضوع ده علشان خاطر زاد قوي موضوع الايه تمسك الموبايل بتاعه ولازم تشوف ايه كلم مين. طب بص والله انت انا عايزه اقول لك حاجه عمري ما عملتها. هم قالوا يعني ده هي بتشك. انا عايزه اقول بس حاجه صغيره، الزوجه بتشك ليه في زوجها؟ هو وصلها لمرحله انها تشك فيه، اصلا مش هتشك فيه كده على المطلق يعني، لازم في حاجه تعملها عشان تشك فيه. ما اهتمش بيها. انا قاعد في وسط اتنين من الجنس اللطيف فمش هسد معاكم. مش ده صح؟ ما اهتمش بيها، ابتدى معاملته تتغير معاها حاجات بس كتير. بس على فكره بتبقى في اوقات استحاله يعني في الوسواس وبيبقى في حته الشك اللي مش على حق. طب ليه؟ في حاجه مرضيه بقى، دي حاجه مرضيه. ده مرض ده مرض ده مرض. انما الشك بتشك لازم تكون لاحظت حاجه. بس لو تتبعت الموضوع ده بيعمل خطورة. ضروري ضروري جدا ضروري جدا نتكلم عن احتياج مهم جدا من احتياجات حواء من ادم وهو الاشباع المادي. كتير بقول لاصدقائي اهم حاجه عند المراه ثلاث حاجات، الحنيه والامان والجيب المليان. ما تقوليش ما فيش ست مش عايزه الراجل اللي يوصلها لحته الاشباع المادي. ومش شرط عشان تحقق لها الاشباع المادي ان انت تبقى مليونير، انا عايزك تحقق لها القدر المناسب والمعقول. يعني يبقى ملياردير بس لا كده؟ اه يعني لا المليون ده مش مشكله. الفكره بس ان احنا يعني القدر المناسب ان انت ممكن تتجوز بنت وزير وممكن تتجوز بنت غفير. فانت لازم كل واحده لازم هتعيشها على مستواها. بص هي الموضوع بيبقى برضو داخل فيه المصداقيه. يعني لو هو اداها احساس اللي هو عايز يشبع رغباتها وعايز يديها يعني عينيه زي ما هم يعني بيقولوا، يعني لو طلبت لبن عصفور هيجيبه لها. ده في حد ذاته عندها الاحساس خلاص اللي هو عايز يجيب لي كل حاجه. لكن لو هو في حته البخل لا البخل ده منطقه تانية خالص وحاجه تانية. ده موضوع تاني خالص. وكمان كمان جزئيه مهمه جدا في بدايه الزواج والخطوبه وقبل الخطوبه ان يكون في توافق بين الاثنين. ومن اهم العوامل في التوافق هي التوافق المادي. لان احنا بقينا في عصر التطلعات الماديه، فلازم أكيد. ضروري ضروري أكيد. ضروري ان انت تحقق لها الاشباع المادي وان انت تكون راجل وتحسسها بالامان. حته الامان انت كنت تكلمي ان انت تحس ظهر ليها، ظهر وسند لها ويحتويها في اي موقف بيحصل بيكون دايما محتويها وسند. وده مهم قوي قوي عند الست الموضوع ده. يعني وتحس ان هي لو في وسط النار كده لا ده هيحميها ويقف جنبها. بتحس فعلا بالامان طول ما حاسه اللي هو جنبيها. والله لو يعني عدى عليها مشاكل ايه ويعني حربت الدنيا كده بتلاقي الموضوع عدى عليها بردا وسلاما كده. وان كمان لما تحسسها بالامان وتديها الثقه، لما تحسسها بالامان وتديها الثقه هتحس كده انها بنتك وانها طفله وانها تيجي تحكي لك وتشكي لك. انما لما تبقى شديد وفظ معاها هتخاف منك، مش هتحكي لك اي حاجه. محمد المكالمه التليفونيه معانا يا استاذ سامح. المكالمه التليفونيه معانا استاذه شاهين معانا لسه. طب رجاءا بس عشان وقت الحلقه اتفضلي يا شاهين كنت بتقولي ايه؟ لو تلاحظ من اول الحلقه احنا ذكرنا حاجات كتير قوي بتحتاجها المراه بس مش مكلفه نهائي. مفيش ولا حاجه فيهم ببساطه كلمه. هي لو مشينا على الكورنيش وكلمه دوره يعني احنا عملنا مراجعه كده اللي احنا قلناه. المداخله التليفونيه معانا استاذ شاهين شاور. الو استاذه شاهين. مساء الخير. انا شرف ليا الاعلاميه الجميله شاهين شاور تبقى معانا خبيرتي الاتيكيت الاخت العزيزه اللي دايما بتسبورت وبتساعد وبتدعم معانا في اي مشروع. وانا سعيد ان انت في معانا في مداخله في اول حلقه من برنامج النص التاني. يا مستر محمد، وفي بداية طبعا مداخلاتي التليفونيه برحب بحضرتك وبالمذيعين ومذيعات الجمال.
ويا رب ان شاء الله تبقوا موفقين دايما في اول حلقه في النص ميرسي التاني. تسلمي لي. احنا بنتكلم النهارده في الحلقه تحت عنوان ماذا تحتاج حواء من ادم، وهل بصفتك خبيره اتيكيت هل الراجل والست بينهم خلاص بقى البساط احمدي وما نتعاملش بالشوكه والسكينه، ولا هل في اتيكيت معين في التعامل بين الرجل والمراه؟ حابين نعرف اجابه السؤال ده منك. طبعا هو في كتاب جميل قوي اسمه رجال من المريخ ونساء من الزهره، بيتكلم تقريبا على كل الكلام اللي هو خاص بالست والراجل وعلاقتهم ببعض. للكاتب الامريكي جون جراي. الحقيقه الكاتب ده لخص حاجات كتير قوي حلوه في علاقه الست بالراجل. الست يمكن عندها حاجتين متناقضين وفي نفس الوقت الراجل بيحتاجهم، ان هي طفله ممكن تبقى طفله ومحتاجه اللي يحتويها، وفي نفس الوقت ممكن تبقى ام ليه وهي اللي تحتويه بس حسب معامله الراجل ليها. وفي نفس الوقت كمان الراجل طول الوقت يبقى عايز اللي يحتويه، لان هو دايما في صراع مع الحياه علشان يقدر يوفر حياه كريمه للست، بس هما محتاجين يعملوا ويمكن يمكن بعض. الشاعر العظيم نزار قباني بيقول لك اللي خلاني استمر في قصه الحب والعشق العظيمه ده ان زوجتي ظلت تعاملني حتى توفاها الله كطفل صغير. الراجل كمان بيبقى محتاج اللي يدلله ويدلعه ويعامله كطفل عشان ما يدورش على الدلع بره. ده حقيقي مستر محمد. وكمان يعني لو كلنا او كل رجاله وصوا نفذوا وصيه الرسول عليه الصلاه والسلام وعاشرهن بالمعروف هتبقى الدنيا جميله قوي. بس انا دايما بقول انه واحنا مخطوبين نقف مع بعض نعمل وثيقه كده بدل القايمه اللي فيها حاجات كلها ماديه، نعمل قايمه معنويه فيها انت عايز تبقى شايفني ازاي بعد الجواز، وهل يا ترى احنا الخطوبه دي هي خطوه علشان فعلا تبقى جوازنا ناجح، ولا لمجرد ان انا البس الفستان ويبقى بيسموها بقى ان انا هعيش بعد كده بطبيعتي. طب ليه طبيعتي ما تبقاش حلوه؟ هو كلمه طبيعتي دي ايكوال او تساوي ان انا اكون حد شرير وحد او شخصيه غشيمه في البيت وطول الوقت صوتي عالي؟ هو ده معناها ان انا اكون بطبيعتي؟ طب ليه لما اقول ان انا اكون بطبيعتي معناها ان انا ممكن ابقى حد هادي وبفهم كويس قوي الشخص اللي قدامي، واذا كان كمان الشخص ده هو نصي التاني؟ اسم البرنامج بتاعكم فعلا تحفه. هو الشخص ده نصي التاني المفروض. وكلمه كنت حضرتك قلتيها لي امبارح واحنا بنتناقش في المداخله، كلمه بحبك او كلمه بحبك. طبعا يعني لو انت فعلا عارف ان اللي قدامك انت بتحبه وهو بيحبك، بس انت لازم تقولها له، تقولها له كنوع من انواع الاطمئنان. الاتيكيت هنا والاصول بتتدخل في علاقه الزوج والزوجه وعلاقه حواء وادم، سواء بقى هما مخطوبين سواء لسه في بدايه ما قبل الخطوبه، انه احنا فعلا لازم نقعد مع بعض وانا اشوف انت محتاج مني ايه وانا محتاجه منك ايه. يلا بينا نكتبهم في ورقه وقلم ونعمل زي عقوبه لو كل واحد ما نفذش اللي هو كان قايل انه هيعمله. طبعا يدفع غرامه، العقوبه دي هديه، خروجه. بالظبط كده، العقوبه دي هتكون حاجه هم هيتفقوا عليها، حاجه جميله. الله عليك، الله عليك يا استاذه شاهندة. وفعلا انا فعلا فعلا سعيد جدا بوجود شخصيه قيمه زي حضرتك معانا في مداخله تليفونيه، وان شاء الله قريب تكوني ضيفه معانا هنا في النص الثاني. واسمحي لي ننهي المكالمه حتى الان لان في الكنترول بيقول لي خلاص الوقت قرب يخلص، ويعني انا سعيد جدا بوجود حضرتك معانا. نشوف حضرتك على خير، باي باي، مع السلامه. عايزه تقولي كلمه هنا اخيره قبل ما نختم؟ هي 15 ثانيه. تمام اوكي. عايزه اقول ان اي راجل يهتم بزوجته ويحبها ويقدرها ويراعيها ويكون سند وظهر وحنيه عليها، وده هيعود لك تاني. هيعود له، ان هو لما بيعمل معاها كده هي كمان هترد له نفس الكلام بالمواقف نفسها. يعني جهاد، كلمه اخيره هقول لك. القران علمنا وقدموا لانفسكم، كلمه وقدموا لانفسكم يعني انا اقدم فعلا الحلو. وبرده في مثل بيقول لك ايه، يعني قدم السبت تلاقي الحد والاثنين والثلاث تلاقي كل حاجه، والخميس عشان الخميس بنبقى سهرانين واجازه وبنسمع مزيكا. وبرده زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا الكلمه الطيبه صدقه. دي والله يا جماعه مش هتكلفنا حاجه، سواء هي قالتها او هو اللي قالها. احلى يعني خاتمه للحلقه كلام ربنا. أيوه. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وبجد انا كنت سعيد جدا جدا بوجودي معاكم على الهواء مباشره من مدينه الانتاج الاعلامي من قناه الصحه والجمال، واول حلقه من حلقات برنامجنا النص الثاني. انتظرونا في حلقه جديده مميزه. الى اللقاء.